عصير الكنتالوب بالمانجا، يعني تجديد زي ما اتفقنا. احنا ايه دايما بنعمل مع بعض الاساسي والتجديد بتاعه. عندنا الكنتالوب، عندي المانجا، نعناع، تلج والسكر. هحط الكنتالوب ده من العصاير الحلوة جدا جدا كميكس، البيت كله هيحبه، ولادنا هي ايه يعني هيزقططوا بيه. هحط معاهم شوية مانجا، شوية نعناع كده مش كتير. هحط السكر، انتوا عارفيني انا بحط ايه، معلقتين، ما بحبش اكتر. وهنجيب المية بتاعتنا، وايه هحط مية، وبعد كده اعمله سموذي لو عايزة، لو مش عايزة خلاص اهو كده سموذي. يبقى هزود له الايه، التلج ساقع وجميل، هحط له التلج. هنجيب شوية تلج كده وايه نحطهم، بس نتأكد ان هم ايه تلج كده. بسم الله، بصوا بقى الجمال بتاع الايه، الكنتالوب مع المانجا والنعناع، سكر وتلج، سهل سريع وايه جميل كده، يرطب كده علينا ويطري على ايه الاكل اللي احنا اكلناه النهارده في الفطار. Thank you.